السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا متتبعي ومتتبعات هذه القناة العزيز الغالي على قلبي، الله يغسل لكم يديتكم الجنة، يعطيكم الجنة والنعيم، يحفظ لكم والديكم وأحباب قلبي. شكرا لكم اللي واقفين معايا في هذه القناة، خوتي وخواتاتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، الله يوقف معاكم يا ربي، الله يجبر لكم خاطركم بالخير، والناس اللي توصلوا بالقناة جداد تفضلكم على راسي، والله يا ربي يوفقكم. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش البارتاج، وواحد لايك وواحد تعليق هذا يفضل منكم، ماشي امر لكم. وندوزو الموضوع ديالنا. اي حنان ام وصال اختي، ومهمتي مهمتي يا اختي، وتتفرجي يا اختي في الدراما التركية كتار من القياس. هاد الفيديو الاخراني وما خليتيش اخيتي تراكا باقي مهنة، صافي كلهم الممثلين التركيين غيقعدوا في الدار وغيعيطوا لك انتي، قال ادوار ديريهم. واش اختي ما عييتيش من هاد الدراما؟ واش اختي ما عييتيش من هاد القصه الفاشله؟ وبارك اختي، راه الطلاق فيها 3 شهور تاع العده وتسالي صافي، والنفقه قلنا لك نهار الاول اختي، قلنا لك راه المحكمه، راه قاضي الاسره والقانون ياخذ لك حقك كي تقولي انتي، وصافي اختي سالينا من هاد الدراما. جايه نعاوتاني في هاد لا فيديو، انا راني ربي اللي عالم بيا، راك سمع الوالدين، انت صدقت مع شي اللي ماشي والدين. انا بغيت اي واحد ما رزقوش ربي التريكه الله يرزقها لي والله يفرح قلبه يا ربي بالخير، يا ربي امين، وهاد العواش الله يفرح قلبه. المهم اختي، اشويه مال السيده اشترى فيها، ويل اللي شافها تبارك الله يقول جايه من عرس ولا غادا العرس. ضربها بواحد تماكيه ما تقولوا غا عروسه في ليله عرسها. ايوا في الاخر طالع علينا، اراه بناتي اداهم بابا، وحنا كاع ما عرفناش غتقول اراه بناتي اداهم بابا، وياك تمنقشي مع بابا. لا راجا وشي حد ما نعرفش شنو دخل وجا وداهم. ايوا البنت قلت لها لا ما تمشيش، درت المستحيل شويه، قالت لي وشافت فيا وهزت فيا كراس وقالت لي لا غنمشي مع بابا. ايوا البنت الكبيره قالنا اداها باباها وبغات تمشي عند بابا. ايوا الصغيره راك انت اللي تقولي لا سيري ولا قعدي، هذيك راها صغيره وخصها الحوض نتاع امها، لاش غتمشي مع باباها؟ اختي انا قصي علينا شويه من هاد الفويخرات، راك جهدت يا اختي، او حتى الشعاله تاع عاشور راه فاتت. ايوا ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم ان شاء الله هاد العواشر بالصحه والسلامه. اخوتي هادو راه ما خلاو لينا عقل، راه ما خلاو لينا نديرو معاكم صواب في الاول، نقولوا لكم بارك عواشركم. ايوا بحال الاول بحال الاخر، الله يفكرنا يا ربي في الشهاده. ايوا شويه عاوتاني بدات ترانكيال فيراري. انا ما عرفتش نقولها. ايوا اختي الفيراري، اختي انتي شويه اللي نقصي علينا، رورا الفيراري رجعي اللور شويه. اميمتي اميمتي، لا انا ما بقاش فيا الحال، تجي معايا القباحه ولا لا؟ انا بعدا نقول لك واحد الحاجه، ما جاش معاك هذاك الفيديو كله انت هي تعوجي وتقوجي وتغمزي في وجهك هكا هكا، ما جاتش معاك اختي والله، هذيك الغمزه وهذيك الحركات ماشي مناسبين للدراما اللي انت دايره. ما جاتش ما جاتش اختي، اي والله تضحكتيني. لا شويه يتشد لينا في بنت لوستها، ما طلقت امو انت حياني، قالت لها والله تنخدم بيك في اليوتيوب، وها انت خدامه، راكي خدامه بخالها وانت تزيد بنت اختو. العائله كلها غتخدمي بيها سيري. قالت لها وانا بعد راه تزوجت وانا عندي 17 سنه وهاني ولدت ولادي وضايرين بيا ولادي رجاله، يا كانك النهار تبكي بغيتي تعاطي مع ولادك، اولادي رجاله وعندي الحمد لله 2 البنات، الله يحفظهم لك اختي الله يحفظهم لك. ايوا ما انت ما والده ما والو، اما نعيروش صاحبتي الناس، راه اللي مقدر ليه ربي يتزوج غادي يتزوج، واللي مكتب ليه ربي يولد راه غادي يولد، واللي ما كتب ليه ربي جواج راه ما تعرفي الخير فاش. اما انت باش تقصي تطلع لينا هاد الدراما هادي اللي صراحه حماضت وكتر من القياس. ايوا سيري عطي على خالك الفلوس، ايوا سيري بيني هادوك الملايين دياولك، ولا تعرفيها في التعاليق، ايوا شكرا على البارطاج، ايوا بعدا تيعاونوك هما مفارقين معاك وتيعاونوك اخويتي من طاليان تيتفرجوا فيك، وشكون بحالك اخليهم يبارطاجيو لخالهم، ايوا هما المنفعه العائليه. ايوا شويه
قال سالينا والي ديتو انا راه ما بغيتوش، انا كنت بغيتو كاع ما نطلقو. اش دات هاديك؟ صافي داك الشي حماض وعييت. وراك كنتي صابره عليه سنين وامينه خويتي، راك طلقتي المره الاولى ورجعتي على المره الاولى، كان واحد اخر شويه فاش رجع لك ولا واحد اخر، راه هو ما تبدل فيه والو. انت براسك قلتي في المره الاولى ما كانش مزيان وكان كذا وكذا وكذا وطلقنا ومازال رضيته، ولكن هاد المرة غير هذيك المرة الله أعلم. إلا كنتو هاد الشيء بصح نيتو ما هاد عطيني نعطيكش على اليوتيوب، رحنا ولفناها من اليوتيوبات، ولفنا هذا هو المدخول اللي ولي عندكم وهذا هو المحتوى. من بعد ما تنزل لكم المحتوى نتاع الطابخ ولا داك الشيء اللي كنتو ديروا، الصراحة اللي محتوى يشرفنا كمغاربة شرفنا. اتشلفتوا ليا لسانا نار عليكم، انتم اللي غديو بذنوبي. المهم اللي قالت لي انا ما بغيتوش نجيب سيد سيدك وسيد الرجال، انا باقي نجيبو عزري. قالت لي نوض نوقف وتشوفي، ورحنا شايفينك وعارفينك، اش بغينا نشوفو عاوتاني؟ لا طايقين فيك طايقين فيك، قالوك شي متتبعات. لا طايقيش في راسك، لا اختي طايقي في راسك، الوحده هي اللي تطيق في راسها، والوحده هي اللي تديها في راسها، والوحده هي اللي تهتم براسها بصحتها. نقولها لكم العيالات ونصيحه والله العظيم، ديوها في روسكم وما تهلكوش روسكم، والله العظيم راه حتى شي حاجه ما غادي تنفعكم قد روسكم، راه تهلكي راسك والله يا ما كاين اللي ينفعك، والله العظيم ديها في راسك. وانت تبارك الله راه ديها في راسك، انت تخرجي تعاطي والحمد لله باين عليك الحمد لله، الماكياج ما شاء الله ما تفرقيش عليه. ايوا قلتي كنتي تبكي وكنتي ربي اللي عالم بيك، امك مسافره خوتك ما كاينين، لا حول ولا قوه الا بالله، هما مدوزين عطله وانت مدوزها معاطيه في اليوتيوب. المهم اولادك مشاو عند باهم، بناتك جاو حتى هما وداهم باهم. ايوا انت يا اختي، ايوا نوضي فوق جي شويه وخط الله من الشرش. ولا تبقايش تعطي. لا حول اختي ولا قوه الا بالله، والله العظيم انت الصراحه فيك واحد القاعده. شوفوا راه كل واحد تيجبدو فعلو، راه الصراحة فيك واحد القاعدة، في قوة الشكاوي وفي قوة البكا، وكل مرة طلع لينا بدراما. هي الصراحة واخا المحتوى ديالك الصراحة راه زوين والصراحة يشرف كما قلتها لك، ولكن فيك هاد الدراما الخاوية الصراحة، كنت حيديها منك تكوني واحد اليوتيوب من الجيدات. الصراحة من المحتوى الرائع، ولكن ما بيد الحيل اختي، راه كلشي اليوتيوبات ولا اعطيني نعطيك ودخل ادسنس. ايوا على انا اش بغيتهم، انا ما عندي ما ندير به الكاو. ايوا راك عارفة الكاو ورجعتيه وعارفة، قالت ليك انا باش ضحكتني كاع باش قالت لي سيروا يخبيكم اش بغيتكم، راه هادشي تقولوا هي على العائلة تاع راجلها وراجلها زعما ولا طليقة، يخبي ريحتكم، راه ما عنده راه ما عندكش ريحتهم، راه عندك دمهم ولحمهم ولادك. اش يخبي ريحتهم؟ انت تبارك الله راه مشاركة معاهم الدم والهراري والدراري. فيق يا اختي، كترتي وقيلة من الماكياج حتى وليتي وقيلة حساب لك راكي بنت 17. يلا تضحكني بالله. نوض قالت لي شهر سعود وجد راسك للنفقة تتعطي بعدها. انت غدعيه وخلي داك الشيء مفاجأة، اي خلي داك الشيء مفاجأة باش يجي مفاجئ، وهم غيبارطاجيو لي راكي غدعي بشرط سعود. يلا هادشي اللي بغيتي، وراك انت اللي تجيبيها لراسك، وفي الاخر يخرجوا يتعاطاو معاك وانت اللي تقولي لهم اسرارك. شي حد قال لهم اسرارك؟ لا قالت لهم وجدوا فلوسكم، انا راه شوفوا انا راه نجيب سيد سيد وباقي عزري يدير هكا، راه واثقة في راسي الا بغيت نتزوج هاد المرة راه غنشي شي حاجة نيت. اقولي لنا اختي، اقول لنا رجل اعمال. اقول لنا لا باين عليا انت تبارك الله بهاد يعني شخصية جديدة اللي خرجتي بيها، وتبارك الله بهاد الشكل اللي وليتي عليه دابا تبارك الله، والمكياج اللي وليتي ديري، لا باين تبارك الله غتجيبي شي رجل اعمال ما نقول له. والتاني ان شاء الله يا ربي يكون احسن من الاول، والتاني ان شاء الله يكون راجل ما يكون لك ولا باو.
والله جد تضحكني يا خودي، وحق الله عمرني ما شتنا شي مطلقة ولا حول لها ولا قوة إلا بالله. العيالات تمساكن المطلقات بصح ني تمساكن، واللي واصلة فيهم سكين العظم، واللي ما تعطيهمش رجالة ني تمساكن لسانة ديالهم، وكذلك الوليدات تيكونوا مع البوات ديالهم، والام مسكينه اللي ضربت التماره واللي عالم بها الله كيفاش صرت على التربيه ديالهم، راه ما تيكونش يخرجوا بهذا الشكل مساكن. راه دمعه من عم هذيك المراه مسكينه تكون مكسوره، وخاطرها مسكينه ولادها عند باهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، ما لقي ما تصرف على كذلك الوليدات الاخرين اللي تيكونوا معاها، يعني ربي اللي تيكون عالم بها. اما انت يا اختي راه ما مخليه ماسكارا ما دايره، ما مخليه كحل ما دايره، العكره اختي في الغوص. ايه قولي ليا، واش باقا ما جمعتيش لا ادسنس؟ والله يوفقك اختي، والله يقدرك على قوه تمتي.